بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السادسة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر استخدام الحاسب في المحاسبة والمراجعة. الصوت واضح يا زينب؟ الحمد لله. زين، إذن بدأنا في المحاضرة الماضية عن الموضوعات المتعلقة في التحليل المالي واستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل في التحليل المالي، وذكرنا أن هناك ثلاثة أنواع من التحليل المالي. النوع الأول وهو التحليل الرأسي أو التحليل العمودي، وهذا التحليل الغرض منه هو الكشف عن الأهمية النسبية للبلد، ويتم مقارنة عنصر مع عنصر آخر في نفس الفترة وفي نفس القائمة. فالتحليل العمودي أو الرأسي لقائمة الدخل يتم ذكرنا من خلال تطبيق معادلة واحدة، وهي قسمة كل عنصر من عناصر قائمة الدخل على صافي المبيعات، بينما التحليل الرأسي أو العمودي لقائمة المركز المالي أو ما يعرف بالميزانية، لأن الميزانية تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، فيتم قسمة كل عنصر حسب المجموعة الرئيسية التي ينتمي لها هذا العنصر. فإذا كان من عناصر الأصول يتم قسمة العنصر على إجمالي الأصول، وإذا كان من الالتزامات يتم قسمة هذا العنصر على إجمالي الالتزامات، وإذا كان من حقوق الملكية يتم قسمة هذا العنصر على إجمالي حقوق الملكية. أما بالنسبة للتحليل الأفقي، وهو عبارة عن تحليل التغير أو الاتجاه، وهذا يعطيني مدى التغير في عنصر معين عبر فترات من الزمن، كأن يكون عبر سنتين أو سنوات متباعدة، وبالتالي يتم تطبيق قاعدة واحدة لكلا القائمتين، قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، عن طريق قسمة العنصر في سنة المقارنة وقسمته على نفس العنصر في سنة الأساس، لنرى ونلحظ ما هو التغير الذي طرأ على هذا العنصر. هذا بالتحليل الأفقي. النوع الثالث اللي تناولناه أيضا في المحاضرة الماضية وهو التحليل باستخدام النسب المئوية، وذكرنا أن هناك ثلاثة مجموعات رئيسية لهذه النسب، وهي نسب السيولة ونسب الربحية ونسب المديونية أو هيكل التمويل في المنشأة. وذكرنا أن النسب المئوية والمؤشرات المئوية هذه كثيرة، ولكن نستخرج أو نستخدم الأكثر استخداما أو ما يهمنا نحن، ولكن كتطبيقات على برنامج المايكروسوفت إكسل. فبدأنا في نسب السيولة، أخذنا نسبة التداول، وذكرنا أن هذه النسبة يتم استخراجها من خلال المعادلة إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الالتزامات المتداولة، وكذلك أخذنا أيضا نسبة السيولة السريعة، وذكرنا أنه يتم استخدامها من خلال المعادلة إجمالي الأصول المتداولة يطرح منها البضاعة والمصاريف المدفوعة مقدما، ثم يتم قسمتها على إجمالي الالتزامات المتداولة. أما معادلة النقدية يتم احتسابها من خلال قسمة إجمالي الأصول النقدية وشبه النقدية على إجمالي الالتزامات المتداولة.
وكذلك نسبة معدل دوران المدينون، والتي تستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على كفاءة الشركة في تحصيل ديونها من خلال استخدام المعادلة الآتية: صافي المبيعات العاجلة على متوسط المدينين. طبعا ويتم احتساب متوسط المدينين رصيد المدينين في بداية المدة على زائد نهاية المدة على 2. أيضا هناك نسبة معدل دوران المخزون، وهو من خلال قسمة صافي أو عفوا تكلفة المبيعات البضاعة المباعة على متوسط البضاعة. إذن نقسم تكلفة البضاعة المباعة على متوسط البضاعة لاستخراج عفوا معدل دوران المدينة، معدل دوران المخزون. عفوا صوت انقطع الصوت. نعم انقطع من عند الصوت يبدو. اعيد اللي ذكرته، انا كنت مستمر بالشرح. اذا وصلنا الى عند المؤشرات الربحية، وذكرنا انه مؤشر هامش مجمل الربح يتم استخراجه من خلال مجمل الربح على صافي المبيعات، وكذلك هامش الربح التشغيلي من خلال قسمة الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب على صافي المبيعات. أما هامش صافي الربح فيتم استخراجه من خلال قسمة صافي الربح على صافي المبيعات. أما معدل العائد على الأصول من خلال صافي الربح على متوسط الأصول. ومعدل دوران الأصول يتم استخدامه من خلال صافي المبيعات على متوسط الأصول. النسبة الأخرى وهي نسبة المديونية. نسبة المديونية ويتم استخراجها من خلال المعادلة، من خلال المعادلة إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول. هذه النسب والمؤشرات المالية اللي أكثر استخدامه واللي نتداولها عادة ونطبقها في برنامج مايكروسوفت إكسل، فقط لمعرفة كيفية استخدام هذا البرنامج في التحليل المالي والسهولة التي يقدمها هذا البرنامج في التحليل المالي. نبدأ بالأسئلة على هذا الموضوع أو التطبيق العملي. يعني إذا أردتم أن أقوم بتطبيق عملي على كيفية استخدام التحليل المالي باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل، أو نبدأ بالأسئلة ومن ثم التطبيق، فأيهما ترغبون أبدأ أولا، هل بالتطبيق أم بالأسئلة؟ الأسئلة. نعم زين. إذا يعني الأغلبية أجمع الأسئلة بعد ذلك أبدأ بالتطبيق. زين نبدأ بالأسئلة. إحنا أخذنا أسئلة على التحليل الأفقي والتحليل العمودي في المحاضرة الماضية، صح؟ بدأنا أخذنا أسئلة. نعم وصلنا عند النسب أتوقع. نعم يتم السؤال، يتم احتساب نسبة التداول من خلال المعادلة ألف.
إجمالي الالتزامات المتداولة على إجمالي الأصول المتداولة. ب إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الالتزامات المتداولة. ج إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات. ودال إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول. نعم أحسنتم، إجابة صحيح، وهو إجمالي الأصول المتداولة، وهي الإجابة الصحيحة يا با، إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الالتزامات المتداولة. السؤال الآخر: المعادلة التالية، يعني لو سألنا سؤال ممكن بطريقة ثانية، إجمالي الأصول، أعطيت المعادلة وطلبت النسبة، إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الالتزامات المتداولة، هي معادلة لحساب ألف نسبة السيولة السريعة، باء نسبة المديونية، جيم نسبة النقدية، دال نسبة التداول. هتكون الإجابة طبعا دال نسبة التداول. أحسنتم. المعادلة التالية: إجمالي الأصول المتداولة ناقصا البضاعة ناقصا المصاريف المدفوعة مقدما مقسومة على إجمالي الالتزامات المتداولة، هي نسبة لحساب ألف نسبة السيولة السريعة، باء نسبة المديونية، جيم نسبة النقدية، دال نسبة التداول. نعم أحسنتم، نسبة السيولة السريعة. المعادلة التالية: إجمالي الأصول النقدية وشبه النقدية على إجمالي الالتزامات المتداولة، هي معادلة لحساب نسبة ألف السيولة السريعة، باء نسبة المديونية، وجيم نسبة النقدية، ودال نسبة التداول. نعم أحسنتم، الإجابة هي جيم، وهي نسبة النقدية، نسبة النقدية. المعادلة التالية أو قلنا نسبة النقدية، المعادلة التالية: صافي المبيعات الآجلة على متوسط المدينين، هي معادلة لحساب نسبة المديونية، باء معدل دوران المدينين، جيم معدل دوران المخزون، دال نسبة التداول. نعم باء. أيضا المعادلة أو النسبة التي تستخدم كمؤشر للحكم على كفاءة الشركة في تحصيل ديونها هي نسبة المديونية، نسبة معدل دوران المدينين، معدل دوران المخزون، ونسبة التداول. نعم إجابة باء صحيح. المعادلة التالية: تكلفة البضاعة المباعة على متوسط البضاعة، تستخدم لحساب ألف نسبة المديونية، باء معدل دوران المدينون، جيم معدل دوران المخزون، دال نسبة التداول.
تكلفة البضاعة المباعة على متوسط البضاعة، هل هي نسبة المديونية، باء معدل دوران المدينين، جيم معدل دوران المخزون، دال نسبة التداول؟ نعم، إذن الإجابة الصحيحة هي معدل دوران المخزون. نعم، الإجابة الصحيحة جيم، أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي جيم. معدل دوران المخزون يستخرج من المعادلة ألف تكلفة البضاعة المباعة على المبيعات، تكلفة البضاعة المباعة على المدينين، متوسط البضاعة على تكلفة البضاعة المباعة، دال تكلفة البضاعة المباعة على متوسط البضاعة. نعم دال، أحسنت. المعادلة التالية، مجمل الربح على صافي المبيعات، هي معادلة هامش مجمل الربح، هامش الربح التشغيلي، جيم هامش صافي الربح، دال معدل العائد على الأصول. نعم أحسنتم، هامش مجمل الربح. المعادلة التالية، الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب على صافي المبيعات، هي معادلة بحساب هامش مجمل الربح، هامش الربح التشغيلي، جيم هامش صافي الربح، دال معدل العائد على الأصول. نعم، الإجابة الصحيحة هي ب. أحسنت. المعادلة التالية، صافي الربح على صافي المبيعات، هي معادلة لحساب هامش مجمل الربح، ب هامش الربح التشغيلي، جيم هامش صافي الربح، معدل العائد على الأصول. نعم، هامش صافي الربح. نعم، المعادلة التالية، صافي المبيعات على متوسط الأصول، هي معادلة للحساب ألف معدل دوران الأصول، باء هامش الربح التشغيلي، جيم هامش صافي الربح، دال معدل العائد على الأصول. صافي المبيعات على متوسط الأصول، صافي المبيعات على متوسط الأصول. نعم، نعم، هي لحساب معدل دوران الوصول، إذا الإجابة ألف. أما صافي الربح على متوسط الأصول هو معدل العائد على الأصول، معدل العائد على الأصول. أما صافي المبيعات على متوسط الأصول هو معدل دوران. أيضا يتم احتساب هامش صافي الربح من خلال المعادلة، مجمل الربح على صافي المبيعات، باء صافي الربح على صافي المبيعات، جيم صافي المبيعات على متوسط الأصول، دال صافي الربح على متوسط الأصول. نعم باء. أيضا يتم احتساب هامش صافي الربح من خلال المعادلة، مجمل الربح زائد صافي المبيعات، صافي الربح على صافي المبيعات، جيم صافي المبيعات على متوسط الأصول، دال صافي الربح على متوسط الأصول. نعم، الإجابة الصحيحة هي باء، الإجابة الصحيحة هي باء، صافي
الربح على صافي المبيعات. معدل العائد على الأصول يتم احتسابه من خلال المعادلة ألف مجمل الربح على صافي المبيعات، صافي الربح على صافي المبيعات، جيم صافي المبيعات على متوسط الأصول، دال صافي الربح على متوسط الأصول. نعم صحيح، جاب صحيح، حسنتم. أيضا يتم احتساب معدل دوران الأصول من خلال المعادلة ألف مجمل الربح على صافي المبيعات، باء صافي الربح على صافي المبيعات، جيم صافي المبيعات على متوسط الأصول، دال صافي الربح على متوسط الأصول. نعم الإجابة هي جيم صحيح. يتم احتساب نسبة المديونية، نسبة المديونية من خلال المعادلة التالية: ألف إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات، باء إجمالي الأصول على إجمالي حقوق الملكية، جيم إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول، إجمالي الالتزامات على إجمالي حقوق الملكية. ما هي معادلة استخراج نسبة المديونية؟ نعم هي إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول. هذا بالنسبة للنسب والمؤشرات المالية، نسب والمؤشرات المالية. طبعا في الاختبار أنا أجيب نسبتين في الاختبار النهائي. نسبة أعطي المعادلة أقول لكم هاي المعادلة هي لماذا، ماذا تقيس، والسؤال الثاني يكون العكس، أعطيكم المعادلة تحسبوا لي النسبة. يعني على سبيل المثال أقول لكم مثلا معادلة نسبة المديونية هي، أعطيكم معادلة، أو أقول لكم مثلا أي معادلة ثانية فأعطيكم هذه معادلة لحساب أي نسبة. يعني في الاختبار أجيب نسبتين عادة، ما هي كثير، احنا ما أخذنا يعني سؤالين، النسب سؤالين. يعني عادة التحليل المالي كله إجمالا يجي ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة وسؤالين عن النسب. إذن هذا بالنسبة للتحليل المالي. أنا أطبق التحليل المالي اللي أخذناه، نشوف تطبيقه على برنامج إكسل وكيف نستخدم برنامج إكسل في استخدام التحليل المالي. في سؤال قبل ما أنتقل إلى التطبيق، في أي سؤال قبل ما أنتقل إلى التطبيق؟ زين. طلع عندكم الاكسل؟
إذا الآن هذا مثال على التحليل العمودي والتحليل الأفقي لقائمة الدخل، لقائمة الدخل، وهذا مراجعة لي اللي تعلمناه. أولا المطلوب عندي إكمال القائمة، قائمة الدخل تعرفونها، ثاني صافي المبيعات هي عبارة عن المبيعات ناقصا مقدار المبيعات، إذا تساوي المبيعات ناقصا مقدار المبيعات، وهنا أطبقها أيضا على عام 2015 باستخدام ميزة السحب اللي تعلمناها. مجمل الربح كما تعرفون كما أخذناه في القوائم المالية، وأيضا هذا مراجعة للقوائم المالية، استخدام القوائم المالية، هو عبارة عن صافي المبيعات ناقصا تكلفة المبيعات، انتر، هذا مجمل الربح، أيضا أسحبها وأطبقها على عام 2015. زين. الآن أيضا المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية، وهنا مجموع المصاريف نستخدم على سبيل المثال دالة الصم حتى نجمع مجموع المصاريف الإدارية والتشغيلية. صافي الربح عبارة عن مجمل الربح ناقص مجموع المصاريف، وأيضا أستخدم ميزة السحب. هذا بالنسبة إلى قائمة الدخل، أكملنا هذه القائمة. الآن نبدأ بالتحليل الأفقي والتحليل العمودي. الآن كما تلاحظون التحليل الأفقي لقائمة الدخل، طبعا باعتبار أن عام 2014 هي سنة الأساس، باعتبار أن عام 2014 سنة الأساس، ذكرنا أن التحليل الأفقي هو يعطيني التغير، مقدار التغير، وبالتالي يتم قسمة العنصر في سنة المقارنة وهي عام 2015 على العنصر في عام 2014. إذن أدخل المعادلة مباشرة، تساوي المبيعات في عام 2015 تقسيم المبيعات في عام دحرة، يساوي المبيعات في عام تقسيم المبيعات في عام 2014. الآن انتر، لاحظ طلعت عندي النسبة 109.5، أي أن هناك زيادة 9.5% عن عام 2014. أسحب هذه المؤشر وأطبق على الكل. لاحظ برنامج إكسل يساعدني كثير في أداء هذه العملية. لاحظ بسرعة طبقت وانتهيت من التحليل الأفقي. هذا التحليل الأفقي بالنسبة لقائمة الدخل. الآن بالنسبة لقائمة التحليل العمودي، ذكرنا أن التحليل العمودي أن نقارن العنصر مع عنصر آخر. هنا عندي قائمة الدخل، إذا نقسم كل عناصر قائمة الدخل على صافي المبيعات كما ذكرنا، إذا يساوي عام 2014 مبيعات تقسيم صافي المبيعات. بما أني أنا أستخدم أو أقسم كل المبيعات، عفوا كل العناصر على صافي المبيعات، إذا صافي المبيعات ألاحظ أنها ثابتة في المعادلة، ثابتة في وبالتالي سوف أستخدم ميزة النسخ مع التثبيت لهذه الخلية، والتثبيت يستخدم كما أخذنا سابقا نستخدم إشارة الدولار لتثبيت الخلية. إذن الآن أنسخ، سوف يقوم بتثبيت صافي المبيعات بكل المعادلات،
أنسخ وطبقها على كل القائمة. إذن تم حساب أيضا نسبة التحليل العمودي. أيضا بالنسبة إلى عام 2015 بنفس الآلية وبنفس الطريقة أطبق، أدخل المعادلة عبارة عن مبيعات عام 2015 أقسمها على صافي المبيعات عام 2015، وأقوم أيضا بتثبيت صافي المبيعات في عام 2015 باستخدام إشارة الدولار إنتر، وأقوم بالسحب أيضا وتطبيقها على جميع بنود قائمة الدخل. تلاحظون أن تم تطبيقه وأن صافي المبيعات طبعا ستكون عندي 100% ناتج صافي المبيعات سيكون عندي 100%. هذا بالنسبة للتحليل العمودي. الآن بالنسبة للنسب المالية والمؤشرات المالية أيضا يمكن تطبيقها على هذا البرنامج. لاحظ هذا هنا عندي قائمة المركز المالي أو الميزانية، والمطلوب استخدام أو استخراج نسب التداول، نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة، نسبة النقدية، ونسبة المديونية. هؤلاء يعني هذه النسب تقريبا المشهورة أكثر، يعني الأكثر شهرة هذه النسب. أطبقها على هذه الميزانية، على الميزانية العمومية. أولا أقوم بإكمال الميزانية طبعا كما ذكرنا سابقا باستخدام برنامج إكسل في العملية استخدام أو إعداد قائمة المركز المالي أو قائمة الميزانية. إذن هنا مجموع الأصول المتداولة، أستخدم دالة صم لإيجاد المجموع، إنتر هذا المجموع، وأيضا إجمالي الأصول غير المتداولة أيضا أستخدم دالة صم لإيجاد المجموع، ومن ثم إجمالي الأصول عبارة عن الأصول المتداولة زائدا الأصول غير المتداولة، هذا إجمالي الأصول. بعد ذلك أيضا إجمالي الالتزامات أستخدم دالة صم لإيجاد إجمالي. بعد ذلك القروض، إجمالي الالتزامات هي عبارة عن إجمالي الالتزامات المتداولة زائدا الإجمالي الالتزامات غير المتداولة. حقوق الملكية هنا أيضا أستخدم دالة صم لإيجاد حقوق الملكية. ثم إجمالي الالتزامات حقوق الملكية تساوي إجمالي الالتزامات زائدا إجمالي حقوق الملكية وتساوي 90. تلاحظون أن إجمالي الأصول تساوت مع إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية. الآن أستطيع أني أستخرج النسب. الآن أطبق القوانين باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل. الآن نسبة التداول، كيف يتم استخراج نسبة التداول؟ ما هي المعادلة التي يتم بموجبها استخراج نسبة التداول؟ يلا جاوبوني على هذا السؤال. إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الالتزامات المتداولة. أحسنت يا زينب، أحسنت يا سارة. نعم، لا المتداولة يا سارة، إجمالي الأصول المتداولة وليس كامل الأصول، إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الالتزامات المتداولة. نعم مقسم إيمان أيضا إجابة صحيحة. تمام، إذن أدخل المعادلة الآن. لاحظوا كيف إدخال المعادلة، يساوي إجمالي الأصول المتداولة عندي موجود، هذه إجمالي الأصول المتداولة هي B9 تقسيم إجمالي الالتزامات المتداولة، هذه إجمالي الالتزامات المتداولة. إذن طلعت عندي 8، هذه نسبة التداول، نسبة التداول. النسبة الثانية وهي من النسب المهمة أيضا، نسبة السيولة السريعة، نسبة السيولة السريعة. كيف يتم استخراج نسبة السيولة السريعة؟ ما هي معادلة نسبة السيولة السريعة؟
ما هي معادلة استخراج؟ يبدو أن الجميع يكتب وانشغل بالكتابة. نعم، ننتظر إجاباتكم، حتى هذه أيضا يعني مذاكرة أيضا ومراجعة لكم. بإجمالي الأصول المتداولة ناقص البضاعة ناقص المصاريف المدفوعة مقدمة. يا سلام يا زين، ممتاز. أيضا شارة، إجمالي الأصول المتداولة ناقص البضاعة ناقص المصاريف المدفوعة مقدمة. أحسنت يا شارة. إذا نطبق هذه المعادلة. شنو التقسيم إجمالي الالتزامات المتداولة؟ ماذا قصدت بتقسيم إجمالي الالتزامات المتداولة؟ أي طبعا المعادلة، نعم، نفس المصاريف على إجمالي الالتزامات. صح صحيح صحيح صحيح. وأيضا سارة ذكرت نفس الشيء، إجمالي الأصول المتداولة ناقص البضاعة، يعني المقام معروف، وإجمالي الالتزامات المتداولة عادة يعني في كل نسب السيولة المقام إجمالي الالتزامات المتداولة. إجمالي الالتزامات المتداولة نقسم كلها على إجمالي الالتزامات المتداولة. إذا نطبق هذه القاعدة، إذا تساوي إجمالي الأصول المتداولة إجمالي الأصول المتداولة ناقصا البضاعة ناقص المصاريف المدفوعة مقدما. البضاعة مصاريف مدفوعة مقدما ما عندي، إذا ناقص البضاعة تقسيم إجمالي الالتزامات المتداولة، قسمها على إجمالي الالتزامات المتداولة. لاحظوا هنا استخدمت الأقواس، لماذا؟ لأني لو لم أستخدم الأقواس إكسل سوف يقوم بقسمة البضاعة على الالتزامات المتداولة، بعد ذلك يطرحها من، وبالتالي أنا غيرت الأولوية من خلال الأقواس. إذن بطلع عندي 6.36، هذه نسبة السيولة السريعة. الآن نسبة النقدية، ما هي معادلة النقدية؟ لا، معادلة النقدية هي عبارة عن الأصول النقدية وشبه النقدية على إجمالي الالتزامات المتداولة. نعم، حتى ذلك الوقت تساوي، نطبقها، عبارة عن الأصول النقدية اللي هي النقدية زائد شبه النقدية. طبعا هنا عفوا استخدم الأقواس، النقدية زائد شبه النقدية. شبه النقدية قلنا هي الاستثمارات قصيرة الأجل، استثمارات قصيرة الأجل. هنا أقسمها على إجمالي الالتزامات المتداولة، إجمالي الالتزامات المتداولة. إذا نسبة النقدية تساوي 5، تساوي 5. الآن يبقى عندي النسبة الأخيرة، وأيضا هي من النسب المهمة، نسبة المديونية. كيف يتم احتساب نسبة المديونية؟ ما هي معادلة نسبة المديونية؟ هي عبارة عن إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول. نقسم إجمالي الالتزامات تقسيم إجمالي الأصول، انتر طلعنا 8%، نسبة المديونية 8%. واضح كيفية استخدام برنامج إكسل في التحليل المالي.
واضح. استخدمنا برنامج إكسل في إجراء التحليل المالي. في أي سؤال على التطبيق أو على الأسئلة اللي طرحناها؟ إذن بهذا نكون انتهينا من التحليل المالي، ونبدأ في المحاضرة القادمة بمشيئة الله في الموضوعات المتعلقة بالاستثمار. في أي سؤال؟ واضح التحليل المالي؟ إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي لقاء بكم لهذا اليوم. إلى أن ألتقيكم، عفوا أنتم كنين تجاوبون وأنا ما يعني عفوا ما قرأت، ما طلعت عندي الآن طلعت تعليقات. نعم نعم تطبيق ما في بالاختبار يا شارع، تطبيق ما في، بس أنا الآن التطبيق حتى تفهم الصورة فقط، يعني فقط لفهم الصورة، يعني الأسئلة مثل ما ذكرتكم اللي تجي بالاختبار هي معادلات للنسبة والنشد فقط، ولكن أنا طبقت مثل ما قلت لكم طبقت يعني النسب الأكثر شيوعا وأكثر استخداما وأكثر أهمية. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.